مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. اسمحوا لي الآن أن أقص عليكم قصة إسراء البابلي. فإسراء هي طبيبة مصرية شابة متخصصة في طب الأسنان، وتكمل هذا الشهر 27 ربيعا من العمر. إسراء ولدت صماء وتمكنت بالرغم من كل المشاكل التي واجهتها في السمع والكلام أن تصبح أول طبيبة أسنان مصرية صماء منذ ولادتها. هي أكثر مشكلة واجهتها مش فيا ولا أي حاجة، هي في مجتمع نفسه، إن المجتمع مش بتقبل فكرة إن يكون عندهم حد مختلف عنهم. فأنا الآن مثلا ما عنديش أي مشكلة في أي حاجة، ومش واخدة مشكلتي مشكلة، واخدها على أساس إنها تحدي، بس هي فكرة المجتمع نفسها هي المشكلة. الطبيبة إسراء التي تجيد قراءة الشفاة هي فتاة أصرت على الرغم من عاقتها أن تكافح وأن تدخل الحقل العلمي الذي لا تعمل فيه نسبة كبيرة من النساء في عالمنا العربي. هو أكثر حاجة بخليني فخر لما بواجه العالم كله وأنا قدرت أعمل حاجة كانت حلم مستحيل عند أغلب الناس، وكان عندي مشكلة بخلي الموضوع ده كله أصعب، وأنا وقتها تحدي وحققت كل حاجة. ولدعم دور النساء في العلوم التقنية والابتكار عقدت في الأمم المتحدة هذا الشهر ندوة دعيت إليها الطبيبة إسراء، نظمتها حكومة مالطا والأكاديمية الملكية الدولية للعلوم في لندن، وشاركت فيها العديد من الرائدات في مجالات العلم والأبحاث والأعمال في عالمنا اليوم. الندوة استهلت بالإعلان عن بدء حملة عالمية جديدة للنساء في العلوم والأبحاث. From the United Nations, it gives me a great pleasure and honor to announce the launching of our new initiative of Making the Future's History, the Science Princess, a global campaign for women and girls in science. The campaign is dedicated to recognizing and celebrating the achievements of women in science, known and unknown, remembered and forgotten, who have forged the way for those of us in science today, as well as the women in science of today who are making history in the present for the future. الأمم المتحدة نفسها ليست بمثال جيد على المساواة في تمثيل النساء في موقع العمل، إذ تشكل المندوبات الدائمات فيها نسبة 18% فقط من المندوبين الدائمين، والبقية هم من الرجال. وحتى إذا نظرت إلى مجلس الأمن المكون من 15 سفيراً فستجد بينهم امرأة واحدة فقط، وهي السفيرة نيكي هيلي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة. ومع ذلك تستمر المنظمة الدولية في بذل الجهود، ففي سبتمبر عام 2015 تبنت الجمعية العامة مشروع قرار يعتبر 11 من فبراير اليوم الدولي للنساء والفتيات في العلوم، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص التعليم والمشاركة العلمية. وبالرغم من كل هذه الجهود والتقدم البطيء الذي تم إحرازه، إلا أن النساء لم يحققن التمثيل المناسب لهن في الحقول العلمية، فنحو 70% من العاملين في هذه الحقول العلمية والأبحاث في يومنا هذا هم من الرجال. ولكن ماذا عن الشرق الأوسط؟ ففي دراسة نشرتها مجلة الإيكونوميست أظهرت أن أعداد النساء في الشرق الأوسط التي يدخلن حقول الهندسة والرياضيات في الجامعات تفوق أعداد الرجال. فوفقا لهذه الدراسة تفوق خريجات النساء من الفروع العلمية في جامعات السعودية أعداد الرجال، ولكن هذا التفوق في الأعداد لا ينعكس عملياً حتى الآن في حقول العمل العلمي. والمثل ينطبق في مملكة البحرين التي حققت فيها المرأة أشواطاً كبيرة في مجال العلوم، ففي عام 2014 كان أكثر من 66% من خريجي العلوم هم من النساء. فما هي الأسباب لعدم ترجمة هذه الأرقام على أرض الواقع؟ At present, in my view, there doesn't seem to be sufficient data
on many of these questions to really understand the landscape and ecosystem for women scientists in Bahrain. Although one interesting finding in the Arab world generally is that the challenges facing women are not primarily related to gender inequality. However, across the region, the fact remains that we need to fully leverage the talents of women graduating in STEM. في ندوة الأمم المتحدة لم ألتقي من منطقتنا العربية بالطبيبة المصرية إسراء وحسب بل وبالعالمة العراقية الدكتورة جمان كبة التي تحمل شهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا الأمريكية متخصصة في أبحاث علوم الأعصاب. الدكتورة جمان كبة جادلت أثناء الندوة بأن أخطر ما يواجهه الأطفال في العراق هو تعرض أدمغتهم للجوع وصدمات الحرب. تقريبا 25% من الأطفال متأثرين بما يعرف بالستانتد جروث باللغة الإنجليزية يعني أي التقزم، وهذا خطر كبير. هذا يؤثر على الدماغ بصورة لا يمكن علاجها، يعني يسمى irreversible باللغة الإنجليزية. فهذا نعم هذا خطر كبير، يعني هذا سيؤثر على قدراتهم الذهنية يعني الكوجنيتيف التفكير والذاكرة والتعلم، وأيضا يؤثر على الحالة الاستقرار العاطفي والحالة النفسية. فيجب على جميع يعني المهتمين بسلامة المجتمع وسلامة الأجيال أن ينهضوا وننهض كلنا مع بعض لكي نحارب هذين الأمرين. وبالفعل تزداد نسب تعليم النساء في العالم العربي وفي مجال العلوم بالذات، وتتواجد النساء بأعداد أكبر من الرجال في الكليات العلمية في الجامعات، ولكن العمل في المجالات العلمية ما زال يشكل تحديا كبيرا للمرأة العربية. دوم النساء نفسه أهتم بكلام الناس وبكلام الفكر، عمره ما ينشر أي حدث ولا أي حلم، لازم يكون واحد يعيش حد هدف وحد حلم ويمشي وراه. أيوة.